أهلا بكم إلى نشرة الحصاد، والبداية بأبرز الأنباء. قبول ملف ترشح سيف الإسلام القذافي يثير جدلا جديدا في ليبيا. المثلث الحدودي بين بوركينا فاسو، مالي والنيجر من جديد تحت وقع الهجمات الإرهابية. العلاقات السعودية الإيرانية هل تتجه للتهدئة؟ القمة الافتراضية بين الرئيسين الصيني والأمريكي ملفات شائكة تنتظر الحسم. وفي الرياضة، الجزائر بوركينا فاسو، الطريق نحو مونديال قطر. إلى تفاصيل. بداية، ارتفعت حدة الجدل والتوتر داخل ليبيا بعد استلام مفوضية الانتخابات ملف ترشح سيف الإسلام القذافي نجلي الزعيم الليبي الراحل، خاصة بإعلان محتجين إغلاق مكاتب انتخابية وفروع لمفوضية الانتخابات. بقصرها الزمني مجرد ساعات قليلة بعيد إعلان مفوضية الانتخابات في ليبيا، استلامها ملف ترشح نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سيف الإسلام كانت كافية لدخول محتجين على خط رفض ترشيح من يعتبرونه خطراً على مستقبل ليبيا. إغلاق لمراكز انتخابية بمدينة الزاوية وغوريان أعقبه غلق لأبواب فرع مفوضية الانتخابات بمدينة زليطن ومنع للموظفين من مزاولة عملهم وتسليم الناخبين بطاقاتهم الانتخابية. تصعيد، وإذ أعطاه المحتجون صبغة مقاومة واجبة لظروف إجراء الانتخابات في شكلها الحالي، قابلته المفوضية بتأكيد على أنها تتسلم ملف ترشح أي مواطن ليبي طالما انطبقت عليه شروط الترشح. ووسط الجدل والضغط الداهمين بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسية ليبيا، تسللت أخبار تفيد برفض ملفه من قبل المفوضية العليا للانتخابات، لتتبدد بتأكيد اختراق صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن هجوم إلكتروني لم يتوقف منذ فترة. وإذا كانت دعوة المدعي العام العسكري الليبي وقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر بمثابة عبء إضافي على مفوضية الانتخابات، فإن التلويح بفرض عقوبات على من يمكن اعتبارهم معرقلين للمسار الانتخابي بمثابة دعامة تستند إليها الهيئة في طريقها لإنجاح الاستحقاق الانتخابي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من طرابلس المحلل السياسي الليبي أسعد الشرتاع. أهلا بكم. مرحبا بك أستاذ كريم، تحية لك ولمشاهديك أو مستمعيك الكرام. شكرا. إذن لماذا انحصر رفض ترشح سيف الإسلام القذافي في المنطقة الغربية أساسا؟ الرفض يعني أعتقد حتى في المنطقة الشرقية، لأن مازال في منصب المدعي العام العسكري على سبيل المثال مازال فيه ازدواجية. هناك مدعي عام عسكري في المنطقة الغربية ومدعي عام عسكري في المنطقة الشرقية تابع لحفتر، أيضا مدعي العام العسكري في المنطقة الشرقية التابع لحفتر قد راسل رئيس المفوضية العليا للانتخابات طالبا منه بعدم قبول أوراق سيف الإسلام لأنه شخص لا يزال مطلوب وملاحق من قبل العدالة. بالتالي أعتقد أن الرفض جاء من الجانبين، لكن الرفض الشعبي صحيح أنه كان من المنطقة الغربية تحديدا بشكل كبير، ربما يرجع هذا إلى سببه أو مرده إلى أن أغلب انتهاكات النظام السابق بان ثورة 17 من فبراير في سنة 2011 أغلبها ارتكبت في المنطقة الغربية نتيجة لأن الحرب كانت أطول وطأة في أطول مدة وأكثر وطأة في المنطقة الغربية. وربما نشهد احتجاجات أيضا حتى في المنطقة الشرقية لرفض ترشح سيف الإسلام، وحقيقة هذا سبب أو يعني تصرف منطقي، وكان يجب على المفوضية العليا للانتخابات أن لا تقبل ترشحه بالأساس لأنها تعلم بحكمي المحكمة الصادرين بحق سيف الإسلام،
والذي لم يمضي أحدهما بل حكم أمام محكمة استئناف طرابلس بسبب بعض الجنايات التي ارتكبها عام 2011 وحكم غيابيا، وبالتالي طيب. فهو لا يزال ملاحق من قبل القضاء. نعم. طيب سيد أسعد، هل هذا ترشح سيثير أزمة جديدة في ليبيا وعبئا كذلك على مفوضية الانتخابات؟ بالطبع، أنا يعني عرض المفوضية لضغوط كثيرة، كذلك يعني سيثير بلبلة في البلاد، وربما يعني شهدنا احتجاجات كثيرة وإغلاق لبعض الدوائر الانتخابية في بعض المدن وبيانات، سواء من بعض الجهات الرسمية أو حتى من بعض النواب أو من بعض الشخصيات أو حتى بيانات من بعض المكونات الاجتماعية الرافضة لهذا الترشح، وبالتالي يعني كنا نتمنى أن تسير العملية الانتخابية بشكل سلس وأن تكون قوانينها موضوعة بشكل موضوعي مخاطب به الكافة وفقا للإعلان الدستوري، هو يساوي بين جميع المترشحين إلا من صدر بحقه حكم قضائي أو يستثنى بالقانون لأسباب موضوعية معتبرة في كافة دول العالم. طيب. لكن مع الأسف الآن هذا الجدل الذي حدث وهذه الدربكة التي حدثت يعني ربما تشوش حتى على رأي الناخب، ونحن نقترب من العملية الانتخابية. طيب سيد أسعد، في مدينة بنغازي التي انطلقت منها احتجاجات إسقاط نظام القذافي احتفلت أمس بترشح نجلي الراحل، هل هناك تفسير لهذا التناقض؟ أنا الحقيقة لم أرى هذه الفراسة. نعم بالطبع هناك بعض الأنصار ربما قد يكون، لكن المسألة هنا ليست يعني مسألة من لديه أنصار أو لا. طبعا نظام السابق حكم ليبيا لمدة 40 سنة، هذه الفترة الطويلة يعني جعلت له صلات كثيرة وتغلغل حتى في البنية الاجتماعية للشعب الليبي، لكن المسألة ليست بالعاطفة، يعني هذا أحكام القضاء في النهاية فوق كل شيء، وبالتالي كذلك أن العدل يجب أن يتم على كل حال. يعني سيف الإسلام ليس مجرد شخصية فقط تابعة للنظام السابق، حتى سنوات مضت وحتى هذه السنة لم تقصى شخصيات عادية تابعة للنظام السابق. لو أخذنا مثلا وزير المالية، وزير الاقتصاد الحالي هو أحد رموز النظام السابق، كان وزير مالية في عهد المعمر القذافي، لكن سيف يعني يقصى تحديدا لأنه صدر بحق حكم قضائي ولأنه ارتكب جرائم، والقضاء الليبي وجد الدلائل على ذلك وأدانه. هذا هو السبب الحقيقي، يعني وليس لمجرد أنه شخصية عادية من شخصيات النظام السابق. إذن المحلل السياسي الليبي أسعد الشرتاع، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من طرابلس، شكرا جزيلا لك سيدي. في موضوع آخر، رجحت مصادر إعلامية سودانية تعيين رئيس وزراء جديد للحكومة في الساعات القليلة المقبلة، وأكدت المصادر ذاتها أن أبرز شخصية مرشحة لهذا المنصب هو الأكاديمي هنود أبيا كادوف. يبدو أن الخطوة الموالية في السودان بعد الإعلان عن مجلس السيادة الجديد في البلاد هي البحث عن شخصية توافقية تتولى منصب رئيس الوزراء تنهي الانسداد السياسي الحاصل في البلاد. التسريبات الأخيرة تتحدث عن شخصية قانونية، الأكاديمي هنود أبيا كادوف، الذي تفيد مصادر أنه أقرب المرشحين لقيادة الحكومة الانتقالية الجديدة بعد فشل مشاورات سابقة مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك لتولي المنصب. وفي خضم الحديث عن تشكيلة حكومية جديدة تقود المرحلة الانتقالية المقبلة، يواصل الاتحاد الإفريقي تحركاته لاستعجال حل سياسي بإعلانه عن وساطة في الأيام المقبلة لتشجيع الفرقاء على إيجاد أرضية سياسية تنهي الأزمة في البلاد. ومع تسارع التطورات الميدانية باستمرار الاحتجاجات الشعبية الرافضة لقرارات وخطوات البرهان، تطرح تساؤلات حول إمكانية نجاح المكون العسكري في الوصول إلى تشكيلة حكومية توافقية تعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي الذي كان قبل قرارات 25 أكتوبر المنصرم.
اعتبر المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي للقرن الافريقي ان المحادثات بشان اثيوبيا لا يمكن ان تثمر من دون وقف فوري لاطلاق النار، داعيا جميع الاطراف في اثيوبيا الى وقف هجماتهم العسكريه لاتاحه الفرصه للحوار. ياتي ذلك في ظل وساطات افريقيه ودوليه من شانها دعم جهود حل الازمه سلميا وسط مخاوف من كارثه انسانيه تهدد اثيوبيا. لا زالت الأزمة في إثيوبيا تحظى باهتمام إقليمي ودولي بالغ لما لها من تداعيات على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي عموماً. في حملة دبلوماسية يقودها الممثل الأعلى للمفوضية الاتحاد الإفريقي أولوسي جون أوباسانجو لمساعي تحقيق السلم في إثيوبيا، أعرب عن تفاؤله من إمكانية تحقيق أرضية مشتركة نحو حل سلمي للصراع، مؤكداً أن الحوار هو السبيل لتحقيق السلام. بيان الاتحاد الإفريقي أكد أن الحوار يظل هو السبيل الوحيد الموثوق والمستدام لتحقيق السلام، غير أن هذه المحادثات لن تؤتي ثمارها في بيئة من الأعمال العدائية العسكرية المتصاعدة. كما ناشد البيان القادة الأفارقة والمجتمع الدولي لمواصلة الضغط على أطراف النزاع بما يضمن جهود إحلال السلام. تأتي تحركات المبعوث الإفريقي الدبلوماسية تزامناً وبيان للخارجية الأمريكية الذي أدرج في جدول أعماله سبل معالجة الأزمة الإثيوبية سلمياً مع تطورات ميدانية وعسكرية نفذتها القوات الحكومية كهجوم مضاد على مقاتلي جبهة تيغراي وسط احتدام المعارك في مناطق عديدة من البلاد. إنسانياً، قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث أن الأمم المتحدة أفرجت عن 40 مليون دولار كمساعدات لإثيوبيا نتيجة الجفاف والصحة. دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة نظراءه الأفارقة إلى الانخراط في الرؤية الجديدة التي طرحتها الجزائر مؤخرا حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة الإفريقية. وأوضح العمامرة خلال مشاركته في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي أن رؤية الجزائر تهدف إلى التكييف وإعطاء زخم أكبر لمختلف آليات العمل الإفريقي المشترك. يشكل المثلث الحدودي بين بوركينا فاسو، مالي والنيجر منطقة عدم استقرار أمني مع انتشار جماعات مسلحة تنفذ من حين لآخر هجمات توقع ضحايا بالعشرات بين عسكريين ومدنيين. هذا المثلث بات يشكل تهديدا حقيقيا لهذه البلدان وما جاورها بالساحل الإفريقي. تصاعد الهجمات الإرهابية في المناطق الشمالية لبوركينا فاسو لا تزال تؤرق السلطات في هذا البلد. الأزمة الأمنية تفرعت لتسبب أسرع أزمات النزوح انتشارا بالعالم، خاصة في منطقة تعرف بمثلث الموت بين بوركينا فاسو، النيجر ومالي. الحصيلة المسجلة في الساعة الأخيرة شمال بوركينا فاسو والتي لا تقل عن 20 قتيلا بينهم 19 عسكريا تبرز ارتفاع نسق الهجمات التي تقودها مجموعات إرهابية موالية لتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل الأفريقي. الهجوم الذي استهدف موقعا للشرطة العسكرية قرب منجم للذهب في إيناتا يأتي بعد يومين فقط من هجوم آخر قتل فيه 7 من أفراد الشرطة قرب الحدود النيجيرية المالية. الهجمات التي تستهدف غالبا الجيش لا تستثني المدنيين أيضا، دافعة بأكثر من 3 ملايين شخص نحو النزوح واللجوء في المنطقة ككل، رقم ذكرته الأمم المتحدة وحذرت من ارتفاعه مع كل يوم يستمر فيه الانفلات الأمني. هذه الأزمة التي أضحت تشكل هاجسا حقيقيا لدول الساحل الأفريقي تؤرق كذلك دول غرب أفريقيا على غرار ما تعانيه نيجيريا اليوم من هجمات بوكو حرام وعدم الاستقرار السياسي في كل من غينيا كوناكري والطوغو. قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة إنه لا يوجد تطور في المحادثات مع السعودية وإن بلاده تنتظر أن تلمس إرادة لدى الرياض. يأتي التعليق الإيراني بعد يوم من تصريحات لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال فيها إن المحادثات بين بلاده وإيران سوف تستمر بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.
أهو موسم تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية؟ المباحثات واللقاءات التي كانت استخباراتية وأمنية تخرج للعلن وتطفو إلى السطح خطابات متبادلة من مسؤولي البلدين توحي بأن العلاقات دخلت منعرج إذابة الجليد. مباحثات بغداد التي تم الإعلان عنها لأول مرة في شهر أفريل الماضي تكاد تدرك جولتها الخامسة، وإجماع من الطرفين على أنها إيجابية وتسير في الطريق الصحيح. إلى أبعد من ذلك ذهب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عندما قال إن مباحثات بغداد كانت ودية وإن بلاده سوف تذهب إلى العاصمة العراقية من جديد بنية التطبيع مع الغريم الإقليمي. الفاينانشال تايمز الأمريكية نقلت عن مسؤول سعودي قولها إن الرياض تلقت طلبا إيرانيا بفتح قنصليتها في جدة، تطور لو يتأكد رسميا فستكون العلاقات الثنائية بين أبرز قوتين إقليميتين في الخليج قد حققت لا محالة أكبر تقدم في مسار التطبيع. تطبيع يرى مراقبون أن الطريق إليه ما زالت طويلة، فمباحثات بغداد تحمل طابع استكشاف النوايا وجس النبض ليس إلا، وأن اختلاف وجهات النظر في قضايا إقليمية عديدة قد ينسف أي تقدم. تبرز الحرب اليمنية في صدارة الخلاف السعودي الإيراني، حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا داعما للحكومة هناك، وتتهم طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد، كما تبدي السعودية قلقا من النفوذ الإيراني في المنطقة وتتهمها بالتدخل في شؤون دول عربية مثل سوريا والعراق ولبنان، ما يهدد بانهيار مسار إنهاء القطيعة بين البلدين. قرر الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات لتشمل مسؤولين في بيلاروسيا بالإضافة إلى شركات الطيران التي تنقل مزيدا من طالبي اللجوء بالتزامن مع تفاقم أزمة اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية. واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبات على الأفراد والمنظمات الذين يثبت ضلوعهم في ترتيب رحلات الهجرة نحو مينسك، بينهم مسؤولون في بيلاروسيا يتهمهم الاتحاد باستغلال اللاجئين. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أبلغ الدول التي يتدفق منها اللاجئون رفض وصولهم غير القانونية إلى أوروبا. قررت السلطات البريطانية رفع درجة التأهب الأمني تحسبا لوقوع هجمات إرهابية محتملة، وذلك بعد الانفجار الذي وقع بالقرب من مستشفى بمدينة ليفربول. ويأتي القرار عقب إعلان الشرطة البريطانية أن حادث انفجار السيارة بليفربول كان عملا إرهابيا. وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن التهديد الأمني ارتفع ليكون بمستوى التهديد الشديد، وهو ما يعني أن حدوث هجوم آخر بعد انفجار ليفربول أصبح محتملا بدرجة أكبر. يعقد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ قمة افتراضية هي الثالثة منذ تنصيب بايدن، وتبحث القمة التي من المنتظر أن تدوم ساعات عددا من القضايا الخلافية التي بدأ بعضها خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب كاملة في تايوان وحقوق الإنسان والتبادل التجاري. اتفاق مشترك مفاجئ كان وليد مؤتمر المناخ بغلاسغو، حتى وإن أخذ طابعا بيئيا إلا أنه أعاد الدفء لعلاقات متوترة بين القوتين العظميين أمريكا والصين. عدا ذلك بقيت على طرفي نقيض في كثير من القضايا العالمية، أولاها جائحة كورونا التي كانت وقودا لحرب باردة ومتسارعة طيلة عامين. كانت شرارتها اتهام واشنطن لبكين بالتستر على معلومات حول نشأة الفيروس. لم تكد نار التصريحات تخمد حتى عاودت اللهيبة مرة أخرى عبر طائرات صينية مقاتلة حلقت فوق تايوان التي تعتبرها بكين امتداداً لأراضيها، وعززت المخاوف من اندلاع مواجهة بين القوتين إذا ما نفذت الصين تهديدها بغزو الجزيرة.
صولات وجولات الصراع الصيني الأمريكي بلغت أوجها مع تحول موقف واشنطن من مجرد لاعب محايد إلى فاعل في نزاع الصين مع جيرانها. تطالب بكين بالسيادة على مساحات واسعة من بحر جنوب الصين، وترد واشنطن أن من حق جميع الدول الطيران والإبحار في أي مكان يسمح به القانون الدولي. يتجاوز الخلاف بين العملاقين مظاهر استعراض القوة العسكرية إلى حقوق الإنسان والتكنولوجيا. تصف واشنطن معاملة بكين للأقلية الإيغورية بأنها إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على العديد من المسؤولين الصينيين في حملة عالمية تدعمها أمريكا وترفضها بكين بشدة. في التكنولوجيا لم تحد إدارة بايدن عن قرارات ترامب، وأبقت الحظر على شراء السلع والخدمات من أي شركة تستخدم منتجات 5 شركات صينية لخلفيات تتعلق بالجوسسة. قمة افتراضية قد تدوم ساعات، فهل تغير مقولة مسؤولي البلدين أن العلاقة بين واشنطن وبكين ستكون تنافسية متى تطلب الأمر ذلك، وصدامية متى لم يكن من ذلك بد؟ الملفات الاقتصادية والشائكة بين بكين وواشنطن تبرز كذلك كملفات ذات أولوية خلال هذه القمة الافتراضية اليوم. على مدار 4 سنوات خاضت الصين والولايات المتحدة الأمريكية حربا تجارية استخدمت فيها جميع وسائل المواجهة، بدايتها بفرض واشنطن رسوما جمركية على سلع صينية تعادل 300 مليار دولار خلال عامي 2018 و2019. العام ذاته شرعت بكين في تطبيق رسوم جمركية على السلع الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار. حرب باردة غير معلنة غذتها اتهامات واشنطن لبكين بالتقصير في التحقيقات المتعلقة بشأن مصدر وباء كورونا، فيما أسمته الصين بالفيروس السياسي المتفشي في أكبر اقتصاديات العالم، بالتزامن مع تعليق دخول معدات عملاق الاتصالات الصيني هواوي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق يؤطر مبادلاتهما التجارية حاول الطرفان تجاوزه بتوجيه مؤشرات التهدئة مع تولي جو بايدن إدارة البيت الأبيض، ببرمجة أول لقاء بين وزيري الخارجية الأمريكي والصيني في 19 مارس الماضي. تقارب مهد للكشف عن رسائل الود بين الرئيسين الصيني والأمريكي من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الفارط. الاختلافات والمشاكل بين البلدان ينبغي أن تعالج عبر الحوار والتعاون على أساس المساواة والاحترام المتبادل. نجاح دولة لا يعني فشل أخرى، العالم كبير بما يكفي لاحتضان تنمية وازدهار الجميع، ينبغي تفضيل الاندماج على المواجهة والإقصاء. ندافع عن حلفائنا وأصدقائنا، سنواجه محاولات الدول القوية المسيطرة على البلدان الضعيفة بمقايضة الأرض مقابل النفوذ والابتزاز الاقتصادي والاستغلال التقني والتضليل الإعلامي، لكنني أكررها مرة أخرى، لا نبحث عن حرب باردة جديدة وتحويل العالم إلى قطبين. قمة واحدة بين جو بايدن وشي جي بينغ تبدو غير كافية لتجاوز علاقات معقدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مستقبلها مرهون بمدى قدرة واشنطن وبكين في إدارة اختلافاتهما والمنافسة التجارية بينهما وتجنيب العالم الانزلاق نحو حرب تجارية الجميع فيها خاسر. وحول الموضوع معنا من العاصمة الصينية بكين المحلل السياسي الصيني رونغ هاون. أهلا بك سيدي. أهلا بكم. مرحبا. إذن ما هي أولويات بكين من خلال هذه القمة الافتراضية الأولى من نوعها بين الرئيسين الصيني والأمريكي؟
نعم، هو هذا اللقاء يعني هو ليس يعني مهمة بالنسبة إلى العلاقات الصينية الأمريكية فحسب، الأمر مهم للعلاقات الدولية، فهناك تطلعات من شعبين جانبين والمجتمع الدولي لإنجاح اللقاء، ويأتي اللقاء بالنتائج يعني النتائج جيدة للبلدين والعالم كله. فهناك القضايا عدة تريد الدفع الصين لإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسارها التطور المستقر والسليم، فهذا هو أولوية الجانب الصيني. نعم يعني نعم سيد رونغ، هل الهدف من خلال هذه القمة وفي ظل التطورات الحاصلة بين البلدين خاصة في تايوان، هو الهدف هو تهدئة التوتر الحاصل بين البلدين؟ طبعا اللقاء يعني يهدف إلى التشاور لتسوية الخلافات و تخفيف التوتر بين البلدين. فهذا يعني اللقاء يعني نفسها يهدف إلى التبادل وجهات النظر والتنسيق للقضايا وإدارة الخلافات. نعم، المحلل السياسي الصيني رونغ هاون، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة الصينية بكين، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. أحيا الشعب الفلسطيني اليوم الذكرى 33 لإعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين من الجزائر، كان ذلك عام 1988 بحضور جميع الفصائل الفلسطينية، 33 سنة من الكفاح والصمود، رسالة للعالم تثبت تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وبحقه في قيام دولته وعاصمتها القدس الشريف. فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين أو أرضنا الفلسطينية. في دورة التي عقدت في الجزائر في مثل هذا اليوم عام 88، أعلن الرئيس أبو عمار قرار المجلس بإعلان الاستقلال، وفي اليوم التالي للإعلان توالت اعترافات دول العالم بمنظمة التحرير وبدولة فلسطين. 33 سنة مضت على قيام الدولة والصمود، لم يفاوض الشعب الفلسطيني خلالها على استقلاله وأمله في قيام الدولة في حدود عام 67. هذه الوثيقة جسدت طموح شعب فلسطيني ووضعت البرنامج الأساس لتحقيق هذا الطموح، دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس من أرض الجزائر، أرض الثورة الجزائرية. شعبنا يكن محبة خاصة لشعب الجزائر، وهذه المحبة متبادلة، شعب الجزائر ودولة الجزائر وكل حكومات الجزائر تعتبر فلسطين خط أحمر. الشعب الفلسطيني تبقى معاناته مستمرة مع جيش الكيان الصهيوني الذي لم يحترم يوماً الاتفاقيات الدولية وراح يتوغل في الضفة الغربية وباحات الأقصى المبارك. الثورة الفلسطينية استلهمت العديد من التجارب الحية التي عاشتها الثورة الجزائرية وجبهة التحرير الجزائرية وصولاً إلى التحرر من الاستعمار الفرنسي. 6 سنوات على رفع العلم الفلسطيني لأول مرة في الأمم المتحدة، عربون اعتراف من المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. أخبار والاقتصاد مشاهدينا بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد، يلتحق بنا زميل وليد مذكور وأخبار الاقتصاد. أهلا بك. أهلا زميلي رمزي، شكرا لك. إذن في مستهل أخبار الاقتصاد، إذن تراجعت أسعار النفط في مستهل تداولاتها الأسبوعية بضغط من توقعات ضعف الطلب وزيادة المعروض بتوجه واشنطن للإفراج عن النفط الاستراتيجي الأمريكي.
تحت ضغط التوقعات في زيادة المعروض وضعف الطلب وتلويح واشنطن باللجوء لاستخدام مخزونها الاستراتيجي، أسعار النفط تستهل تداولاتها الأسبوعية على وقع تراجع في منحى تنازلي يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي. انخفاض مستمر فاقم منه ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له منذ 13 شهرا ناهيك عن تكهنة بتوجه إدارة الرئيس جو بايدن للإفراج عن النفط الاستراتيجي الأمريكي لخفض الأسعار. مسعى سارع تحالف أوبك بلس للتقليل من تأثيراته على السوق، بتأكيد وزير الطاقة العماني محمد بن حمد الرمحي أن أوبك وحلفائها العشرة من خارج المنظمة غير قلقين من إفراج واشنطن عن إمدادات النفط من أرصدة الاحتياطي الاستراتيجي. على ذلك النحو ذهب وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي حينما توقع حدوث فائض في المعروض النفطي خلال الربع الأول من السنة المقبلة في مؤشر على تمسك الكارتل النفطي بسياسته الإنتاجية مطلع العام القادم، مع استبعاد بلوغ أسعار الذهب الأسود لمئة دولار للبرميل، توجه دعمه وزير النفط الكويتي الذي توقع زيادة الإنتاج النفطي قريباً. هذا واتهم الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك محمد باركينيو اتهم قمة المناخ المختتمة في غلاسكو الاسكتلندية باستهداف لأول مرة النفط والغاز. باركينيو وفي تصريحات أدلى بها على هامش أكبر معرض ومؤتمر للصناعات النفطية في العالم والمقام في العاصمة الإماراتية أكد أن مؤتمر مجموعة 26 للنفط والمواد الأحفورية من سبل الممكنة لتحقيق انتقال العالمي نحو المصادر المستدامة للطاقة. الأمين العام للكارتيل النفطي اعتبر أن القرار سينجر عنه التزامات كثيرة ومتعاظمة على الدول المنتجة للطاقة. في شأن متصل، توقع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكارزيا الاثنين أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار للبرميل بسبب انخفاض استثمارات شركات الطاقة. ديسكالزي خلال مشاركته بمعرض الطاقة أدبايك 2021 أقول أوضح أن ارتفاع أسعار النفط على مستويات قياسية سيكون مؤقتا لفترة قصيرة وأن الاستهلاك سيتقلص كنتيجة أساسية لارتفاع أسعار الطاقة. في الشأن المغربي، تعتزم تونس إطلاق خطة لإنعاش اقتصادي اعتبارا من 2023 في مسعى لمواجهة أعنف أزمة تعصف بالبلاد منذ عقود. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد أن الخطة الممتدة إلى 2025 تتضمن مراجعة منظومة الدعم وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية في إطار مساعي إعادة التوازن المالي للدولة. ورفض الاتحاد العام للتونسي للشغل الأسبوع الماضي أي خطط تتضمن خفض الدعم ما من شأنه عرقلة الإصلاحات، ويعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة الإنقاذ. في تونس دائما ارتفعت نسبة البطالة مجددا لأعلى مستوى لها منذ عامين لتبلغ 18.4% خلال الربع الثالث من السنة الحالية. وقال معهد الإحصاء التونسي أن نسبة البطالة سجلت ارتفاعا بنصف نقطة مئوية إلى حدود شهر أكتوبر الماضي، منتقلة من 17.8% خلال الربع الأول إلى أكثر من 18% حاليا. في خبر آخر، وقعت شركة إيرباص خلال اليوم الأول من معرض دبي للطيران طلبية ضخمة تتضمن بيع 225 طائرة من طراز A321 في أكبر صفقة طيران منذ بداية جائحة كورونا. وضربت المجموعة الأوروبية لصناعة الطيران بقوة لتتفوق على منافستها الأمريكية بوينغ، والتي حصدت اتفاقا لتحويل 11 طائرة من طراز 337 من الجيل السابق من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، تتجاوز قيمة طلبية المجموعة الأوروبية المبرمة مع أربع شركات 33 مليار دولار. من جهتها، وقعت روسيا عقودا لتصدير الأسلحة بقيمة. الأخبار الرياضة بعد فاصل قصير.
ويلتحق بنا زميل كريم العربي واخبار الرياضة. اهلا بك كريم. اهلا رمزي، اهلا بكم مشاهدينا الافاضل الى الموعد الرياضي. بداية يخوض المنتخب الجزائري مباراة الجولة الاخيرة من تصفية كاس العالم ضد الوصيف منتخب بوركينا فاسو، مباراة يحتاج فيها اشبال المدرب جمال بلماضي لنقطة وحيدة كفيلة للتأهل للمباراة الفاصلة المؤهلة الى مونديال قطر 22. نقطة واحدة يواجه الوصيف المنتخب البوركينابي على ملعب مصطفى تشاكر، لقاء واعد لأشبال بالماضي لتأكيد تصدرهم المجموعة الأولى بعد تأكيد بالماضي على جاهزية محاربيه لموقعة البوليدا. نو لوبجيكتيف سي شاك ماتش، شاك ماتش لو غاني، شاك ماتش لو غاني، شاك ماتش بريباري لو ميو بوسيبل، ريان ليس او هازار. دونك فوالا ابري يجي نهار لنا نخسره، بس دومان سي با المومون. المنتخب الجزائري يعول على مواصلة رحلة المتعة والإبهار أمام أنصاره بعد طول غياب من أجل نثر السعادة في حضور اللاعب 12 من مدرجات البوليدة الشاهدة على أفراح الكرة الجزائرية حين يعيد التاريخ نفسه بذكريات 19 نوفمبر من عام 2013 الذي شهد تأهل الخضر على حساب المنتخب البوركينابي. Ce match-là, à ce moment-là, était direct. Tu avais directement ton ticket pour la Coupe du Monde. Chose que pour celui-là, non. Il y aurait encore cette double confrontation et ce match du barrage au mois de mars. C'est la seule différence. Mais dans l'idée et dans l'aspect de match décisif, oui, c'est ça rappelle des choses. Et puis c'est dans le même stade, c'est à Tchaker. En gros, on est à 3 matchs de la Coupe du Monde. Donc voilà, les choses elles sont présentées comme ça. Faire le nécessaire demain nous permettra d'avoir encore d'être en course pour cette finale aller-retour du mois de mars. 90 دقيقة فاصلة للمنتخب الجزائري لمواصلة الطريق نحو مونديال قطر. هذا وكشف المدرب جمال بلماضي أن المنتخب البوركينابي سيدخل اللقاء بكل قوة عكس لقاء النيجر، خاصة وأنه يعلم أن لا بديل له غير الفوز للوصول إلى مباراة السد. Ce qu'ils ont pu produire contre le Niger à la limite nous importe dans le sens où on étudie à chaque fois. Mais le match qu'ils joueront contre nous est un match qui sera du tout autre. Je sais pas, j'ai envie de dire importance. Ils savent que voilà, il faut gagner ce match-là, donc ils ont absolument gagné ce match-là. Même en ayant gagné le match au Niger, la donne n'aura pas changé énormément. Juste une défaite aurait pu vraiment les mettre. Une défaite, c'était quasi terminé pour eux. Mais voilà, même un match nul, une victoire, c'est plus ou moins le même résultat. Ils ont l'obligation de gagner contre nous. Donc voilà. Chaque match a sa vérité. Ils savent très bien que demain, pour pouvoir espérer jouer ce match du barrage du mois de mars, ils devront gagner ici à Tchaker. نبقى دائما مع تصريحات المدرب الجزائري جمال بلماضي، حيث كشف أن النجم المنتخب الجزائري يوسف بليلي شارك بصفة عادية في تدريبات المنتخب وسيتواجد بنسبة كبيرة في لقاء الغد. أول شيء يوسف بليلي الحمد لله راه جاهز. وإن شاء الله يكون جاهز غدو تمرن أمس. دونك إن شاء الله يكون جاهز المباراة غدو إن شاء الله. إلى ذلك عرفت التصفية الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 22 تسجيل العديد من المفاجآت، وضعت عدة منتخبات كبيرة أمام حتمية انتظار الملحق ومباراة الفاصلة كآخر أمل لحجز مقعد لها في المونديال. This is the story of a trophy for the world. السباق نحو المونديال في الدور التصفوي لقارة أوروبا يبلغ أشده وينثر بعده سحره المليء بالمفاجآت التي كانت سارة لبعض المنتخبات المتمكنة من حجز مقعد لها في المونديال، وفي آن واحد كانت عكسية لمنتخبات أخرى ستكون أمام حتمية انتظار الملحق ومباريات السد شهر مارس من العام المقبل، ذلك لإزالة شبح الغياب. العملية الأولية لتعليق أعلام المنتخبات المتأهلة رسمياً في قطر البلد المستضيف لم تستثني ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا وغيرها، لكنها وضعت بلدان أخرى على الجنب. فالبرتغال مثلا كانت قاب قوسين أو أدنى من التأهل، فوتت على نفسها حسم أمرها بالانهزام أمام المنتخب الصربي بثنائية مقابل هدف وحيد. الأمر نفسه
ينطبق على المنتخب السويدي الذي ذاق مرارة الانهزام على يد المنتخب الإسباني بهدف يتيم. البلد المستضيف لمونديال 2018 روسيا هو الآخر رهن حظوظه بعد انهزامه في خرجته إلى كرواتيا أمام زملاء لوكا مودريتش. القارة العجوز تواصل البوح عن الكثير من مفاجآتها التي لا يبقى أمامها سوى الانتظار والترقب لتصحيح المسار بالنسبة للمنتخبات المتعثرة في خطوتها الأخيرة. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام الموعد الرياضي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. عودة إليك رمزي. شكرا جزيلا لك كريم. إذن مشاهدينا الكرام، إلى الشأن الثقافي الآن. كوبيليا فيلم يعرض معالجة درامية بشكل معاصر عن تأثير ثقافة الاستهلاك والرأسمالية عبر أو على البشرية. الفيلم من إخراج جيف تيدور وستيفن دي بيول وبين تيسور وبطولة راقصة الباليه الأمريكية ميكايلا دي برينيس. Once upon a time, a girl called Swan. عمل سينمائي يحمل اسم كوبيليا. الفيلم قدم بطريقة معاصرة للكشف عما يعيشه الإنسان من ضرر بعد أن وقع فريسة تحت استغلال القوى الرأسمالية وكدا عملية التجميل. استمدت أحداث الفيلم لقصة رجل الرمال لارنس هوفمان التي تروي قصة شخص يصنع دمية رغبة منه أن يهيبها الحياة الجميلة. مزج الفيلم بين الرسوم المتحركة بالتقنية ثلاثية الأبعاد والرقص للتعبير عن القصة، كما تنوعت الموسيقى بين الكلاسيكية والمعاصرة لتعطي المشاهد لقطات إبداعية مغايرة عن الأفلام العادية. كما سبق أن الفيلم عرض في العديد من المهرجانات العالمية والدولية كمهرجان إنسي لأفلام الرسوم المتحركة في فرنسا والدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي بمصر. فيلم كوبيليا يعد إنتاجاً مشتركاً بين العديد من الدول، إخراج جيف تودور إلى جانب ستيفان دي بيول وبين تيسورو، بطولة الراقصة الأمريكية المشهورة ميكايلا دي برانس. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام الحصاد، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.